تنال إعجابكم. في هذه الأمسية سيكون عن يمين السادة المتابعين بألوانه البيضاء المنتخب البحريني للآخر في الدقائق الأولى. على بالنسبة للمنتخبات الأولمبية التي ينظر إليها أنها الرافد الأول وأنها الأسماء القادمة في هذه الأمسية هنا في استاد الأمير محمد بن فهد. تدخل صافرة وخطأ وركلة حرة ثابتة أيضا تأتي. المنتخب السوري الآن انطلاقة حاضرة هذه ممتازة هذه أول الأهداف. أوه حارس المرمى هنا النقلة هنا الكرة ما كان فيها راية. ممتاز ممتاز جدا خطوة إلى الأمام للخروج من التسلل ثم اللمسة الرائعة جدا يا محمد ريحانية. ودائما في كرة القدم ما قبل الهدف كرة في الطرف الأيسر مجددا بنقلة وانطلاقة أمامية حاضرة ل تضم فقط ثلاث منتخبات ثلاث مجموعات موجودة في البطولة تتحول مباشرة طبعا إلى ركلة لكن حتى الآن ردة الفعل ما زالت غائبة الهجومية. كرة تعود بلمسة لكن لقطة أخرى ممتازة. والله شوف دفاعات المنتخب البحريني وعمق دفاع المنتخب البحريني يعني شوف اللمسة هذه كرة الخطأ طبعا اللي احتسبها حكم المباراة ضد الكرة مجددا أحمد علي خب السوري في الوسط أحمد علي يملك الكرة أحفظ على كرة إلى يوسف يوسف لمحمد ريحانية صاحب تمريرة الهدف الممتازة. شوف بنفس الطريقة ممتاز جدا على مستوى المنتخب السوري لم يكن وليد الصدفة ولم يأتي من فراغ وإنما ثني بأكمل. إن كان المنتخب البحريني يملك أفضل ما يقدم حتى الآن أو لا لكن ما في على المستوى الهجومي على أقل تقدير وحتى على المستوى الدفاعي أنت تستقبل هدفين هذا يعني أنك تعاني في الخط الخلفي أنت تعجز تسجيل الأهداف هذا يعني أنك تعاني في الخط الأمامي. في المجمل المنتخب البحريني الآن نقترب من الدقائق الخمس الأخيرة شرب المياه في المباريات التي تقام في أجواء حارة وكان المتوقع قادم منتخبات المجموعة الأولى والمجموعة الثانية كلهم في كل جولة يظهر لأن أربع منتخبات فيلعبوا الكرة في الجبهة اليسرى لكن أيضا خاطئة لا تصل ليونس موسى تسترد للمنتخب السوري. ملعوبة الكرة في الخط الخلفي نراقب ما الذي يمكن أن يحدث. المنتخب السوري للأمانة ظهر مميز جدا يعني بالهدفين اللي سجلهم يواصل ما يجيده بشكل ممتاز حتى الآن من خلال أداء الهجومي وضغط الهجومي يستمر في الزيادة العددية. أحمد الكاسي يملك كرته داخل منطقة الجزاء ما الذي يحدث. الله حاضرة لكن في العارضة مجددا في العارضة الكرة الأخيرة يتابع المباراة. شوف هذه الكرة واللقطة اللي كنت أتحدث عنها. شوف كم لاعب من لاعبين المنتخب البحريني تقريبا ست لاعبين أمام ثلاثة لاعبين من لاعبين المنتخب السوري ولا في أحد يضغط أن يسدد بهكذا أريحية وقبلها التمريرة ما في أحد يضغط. المنتخب البحريني يهاجم ويتقدم لأن هو من يحتاج إلى تسجيل الأهداف والأهداف لا تأتي إلا بالهجوم. كرة بانطلاقة مجددا من الجبهة اليمنى يوسف محمد ريحانية ثابتة قادمة المميزة ملعوبة الكرة مباشرة. أي حظ سيء في هذه الأمسية يقف أمامك يا ريحانية
للمرة الثانية العارضة تقف أمام محمد. شوف هنا من كرة، يا سلام يا سلام يا سلام، ينفذ الكرة الثابتة وكأن اللي ارتدت أيضا من عارض البحريني. الآن هذا الهدف سينعش آماله مجددا في إمكانية العودة إلى اللقاء. سجلنا متابعين لأن يعطينا إثارة أخرى ورتم آخر وفرجة أخرى في المباراة. هنا الكرة ترسل ساقطة، ما فيها راية ما فيها راية، محمد ريحانية 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 محمد، الله لا 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 لا، هو أراد أن يسجل، هو أراد أن يسجل وسط غضب زملاء، اثنين من زملاء يا محمد ريحانية، اثنين يقولوا فقط عطنا الكرة وهي هدف. هنا اللقطة، شوفونا اللقطة، ما كان فيها راية، لحظة التمرير ينطلق محمد يخترق يتوغل منطقة الجزاء، هنا مر بالمدافعين الاثنين، أراد أن يسكن الكرة في الزاوية البعيدة لكنها بعيدة، كان عنده اثنين من زملاء، لكن هو لعيب 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 لعيب. شوفونا المرور، هدوء يحسد عليه للأمانة، أراد أن يضع الكرة في الزاوية البعيدة لكنها مرت إلى خارج الميدان وسط طبعا عتاب كبير جدا من اللاعب البديل. تعود بنقلة في وسط الميدان حاضرة، تسترد بلمسة من الجبهة محمد، محمد ريحانية، تعود الكرة بلمسة أمامية، انطلاقة الملعب، مرت إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى لمصلحة المنتخب السوري. سلامات إن شاء الله. هنا أحمد الكاسي، عامل الأهداف قد يكون حاسم بعد ذلك، سواء في تحديد متصدر المجموعة أو حتى أفضل ثاني.